مرحبا يا أطفال، هذه المرة بمناسبة اليوم العالمي لداء السرطان مع عمو يزيد سوف نتضامن مع مرضى السرطان، ربي يجيب لهم الشفاء إن شاء الله. يوم 4 فبراير هو اليوم العالمي لمرض السرطان. والشاطر يعطينا الحل، حكاية فيها عبرة حكمة. اليوم جيت نحكي لكم على حياة علي سويعي. إذن عمو يزيد لكم أغنية نقول فيها العلم والجهل عدوان. يا أخي العلم والجهل عدوان، العلم والجهل عدوان، العلم نور وضياء والجهل ظلمات الإنسان. وأصدقائنا اللي رم يشوفوا فينا يحبوا يجوا يفرحوا كما فرحتوا انتما ويشاركوا معنا في الحصة وبالحضور، ما عليهم إلا يتوجهوا لموقع الانترنت عمو يزيد .com بالضغط على زرار ملاحظات وأراء، يبعثوا لي رسائل اللي هنا باش نقراهم قدامكم. استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. نحبكم يا أطفال. يا طالب العلم تعالى، فالعلم بحر ممدود، فاختره في الدنيا دربا، والجهل درب مسدود. العلم والجهل عدوان، العلم والجهل عدوان، العلم نور وضياء والجهل ظلمات الإنسان. عيد ميلادك أحلى عيد، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حلي برامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغني له، تعالوا هلموا إلينا انضموا مع عمو يزيد.